أهلا بكم. دعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى توفير أكثر من 4 مليارات دولار لمواجهة الأزمة الإنسانية المتصاعدة في 4 بلدان بينها اليمن. بحسب المسؤول الأممي فإن اليمن تعد في الوقت الراهن أكبر حالة طوارئ لانعدام الأمن الغذائي في العالم، مع أكثر من 7 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية في البلد. في هذه الحلقة نناقش هذا الخبر في محورين: الأزمة الإنسانية في البلد وانعكاسات الوضع الاقتصادي السيء على هذه الأزمة، وكيف تواجه الحكومة وداعمها هذه الأزمة. الدعوة الصادرة عن أرفع مسؤول أممي جددت تركيز الصورة على اليمن الذي يدخل عامه الثالث في ظل حرب لم تبقي على شيء لملايين اليمنيين العالقين بين القذائف وتجاهل العالم. وتزامنت هذه الدعوة مع تأكيد الحكومة تلقيها وعودا مؤكدة من الجانب السعودي بتوفير 10 مليارات دولار كمساهمة في عملية إعادة الإعمار ودعم العملة المحلية التي تواجه شبح الانهيار، وهي الخطوة التي أثارت تفاؤلا ملحوظا في الشارع ولاقت ترحيبا من جانب الخبراء الاقتصاديين الذين يؤكدون أن من شأنها تجنيب البلد كارثة لم تكن لتجدي دعوات الإغاثة الإنسانية في معالجتها. نبدأ النقاش بعد هذا التقرير. باتجاه الأسوأ دائما ينحدر الوضع الإنساني في اليمن كنتيجة منطقية لعامين من الحرب. هذه المرة تحذير جدي ونداء أخير للعالم لإنقاذ البلد وجائعيه. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال إن هيئات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة بحاجة طارئة إلى أكثر من 4 مليار دولار لمكافحة المجاعة في 4 دول بينها اليمن، داعيا العالم للتحرك المستعجل لتفادي كوارث على نطاق واسع حسب قوله. هذا النداء الصادر عن أعلى مسؤول أممي كشف عما أسماه غوتيريس أكبر حالة طوارئ لانعدام الأمن الغذائي في العالم، مع أكثر من 7 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات غذائية في البلد. حالة إنسانية كارثية يزيدها سوءا وضع اقتصادي مزر تجاوز حدود الأزمة التي تتسبب بها أي حرب، إلا ما يشبه الانهيار الكلي للاقتصاد، وهو ما أصبح يتهدد شعبا بأكمله بالوقوع فريسة لمضاعفات الحرب وانعدام البدائل الاقتصادية وغياب جهد الإغاثة. تحاول الحكومة البحث عن معالجات لكنها بقيت خلال الفترة الماضية غير كافية ولا تتناسب مع حجم الأزمة القائمة بحكم الانغماس الكلي في الحرب ومتطلباتها العسكرية والسياسية. ومع إعلان الحكومة عن توفر 10 مليار دولار كمساهمة موعودة من الجانب السعودي في عملية إعادة الإعمار ودعم العملة المحلية، عادت التقديرات الاقتصادية للتفاؤل بشأن المعالجات التي تتخذها الحكومة. وعلى الرغم من أن هذه الأموال لن تسهم بشكل مباشر في عملية الإغاثة المستعجلة التي يحتاجها ملايين اليمنيين في الوقت الراهن، إلا أنها بحسب خبراء اقتصاديين ستشكل دعما جيدا لما تبقى من الاقتصاد ومنعه من الانهيار التام بانتظار لحظة انطلاق عملية إعادة الإعمار في بلد صار أشبه بخرابة كبيرة. تنضم لنا الآن مشاهدينا الكرام من القاهرة المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي عبير عطيفة. أهلا بك سيد عبير. أهلا بكم، مساء الخير. أستاذ عبير، تحدث الأمين العام للأمم المتحدة عما أسماه أكبر حالة طوارئ في العالم في اليمن الآن، ما الذي يعني هذا التوصيف؟ طبعا الأمين العام اليوم تحدث عن 4 بلاد أو 4 دول في المنطقة في العالم تواجه أو يعني على حافة أو شفة المجاعة. طبعا من هذه الدول هي اليمن، جنوب السودان، شمال نيجيريا، بالإضافة أيضا إلى الصومال. وتحدث عن التحدي الذي يواجه المنظمات الدولية، وعلى أهم هذه التحديات هي عملية التمويل. ستحتاج المنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية إلى أكثر من 4 مليار دولار أمريكي حتى يعني تتعامل مع واقع أزمة ستضرب بحوالي يعني حياة 20 مليون شخص في هذه المناطق. بالنسبة لليمن طبعا الأزمة الإنسانية كبيرة في اليمن، نحن اليوم نتحدث عن أكثر من 17 مليون شخص في اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي، منهم أكثر من 7 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد. معنى هذا أن هؤلاء الأشخاص وهذه الأسر لا تستطيع توفير ما تحتاجه من المواد الغذائية بدون مساعدات خارجية. طبعا عملية هناك حوالي 10 محافظات تم تصنيفها على أنها محافظات في حالة طوارئ،
فيما يخص عملية الأمن الغذائي، بالإضافة أيضا إلى مئات الآلاف من الأطفال الذين هم بالفعل يعانون من سوء التغذية الشديد، ويعني هناك خطورة على حياتهم. أخيرا طبعا عندما يعني عملية المجاعة، وعندما يطلق على دولة أو مكان أو مناطق كما حدث في جنوب السودان أن هذه المناطق متأثرة أو يعني تقع الآن تحت طائلة المجاعة، معناها أن مئات الآلاف من الأرواح قد زهقت بالفعل. نحن لا نريد الوصول إلى هذه المرحلة سواء كان في اليمن أو في الثلاث دول الأخرى التي ذكرها السيد جوتيريس في التصريحات اليوم. هذا معناه أن يكون هناك يعني حشد للدعم من المجتمع الدولي سواء كان ماديا أو أيضا سياسيا، حتى نستطيع الوصول بهذه الدول إلى بر الأمان فيما يخص عملية الأمن الغذائي. نعم، طيب سيد عبير، الآن عندما يعلن عن دعوة لجمع أكثر من 4 مليارات دولار، برنامج الأغذية العالمي، أنت تحدثت عن يعني بصفتك متحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي، هو بالنسبة لليمن كم هو الاحتياج المقدر بالنسبة للبرنامج فيما يخص اليمن في جانب الإغاثة؟ بالنسبة لليمن إذا نحن يعني طبعا لن يكون هناك في إمكانية لمساعدة 17 مليون شخص، وبالتالي سيتم تحديد المساعدات إلى حوالي 7 ملايين شخص بالمساعدات الغذائية العاجلة، بالإضافة أيضا إلى مساعدات للأمهات الحوامل والذين يقومون بإرضاع أطفالهن، لأن طبعا لا يجب أن يكون هناك كسر لحلقة الجوع، وحلقة الجوع بتبدأ من الأم الحامل. وبالتالي لتلبية هذه الاحتياجات السريعة، أعتقد توقعات البرنامج أن في عام 2017 سنحتاج إلى مليار دولار أمريكي حتى نفي كل الاحتياجات ويعني يعني النحول بين عشرات أو يعني ملايين السكان من الوصول إلى شبح المجاعة. طبعا هذا من الآن إلى نهاية شهر يوليو المقبل، احتياجات البرنامج حوالي نصف مليار دولار أمريكي. إذا زادت حجم الاحتياجات، هذا معناه أنه سيكون هناك طبعا يعني طلب للدعم أكبر، ولكن يعني في المجمل توقعات أن 2017 سنحتاج إلى حوالي مليار دولار أمريكي للتعامل مع الأزمة بسوء بجدية. إذا كان هناك فعلا جدية من المجتمع الدولي لحل للوقوع دون يعني أزمة شديدة في الغذاء في اليمن، فسيكون هناك الاحتياج حوالي مليار دولار أمريكي. طيب يعني في بشكل عام، الآن عندما أنتم في برنامج الأغذية العالمية وضعتم خطة معينة لمواجهة هذه الأعباء، 7 مليون تتحدثين عن من تحاولون أن يعني تغطوا احتياجاتهم خلال هذه الفترة، هل هناك الآن مشاكل لكم في عملية التخطيط للوصول لهؤلاء المحتاجين لهذه المساعدات؟ طبعا أولا البرنامج بيعمل يعني حتى في هذا الشهر وأنا أتحدث إليك، البرنامج بيحاول الوصول بالمواد الغذائية إلى 6 ملايين شخص في اليمن. طبعا حتى نصل إلى 6 ملايين شخص، معناها أننا نقسم السلة الغذائية بحيث أنها يعني إذا كانت تكفي احتياجات يعني أسرة لمدة شهر فهي تكفيهم فقط لمدة 15 يوم. طبعا فالتمويل هي اكبر التحديات الذي يواجه البلد. يعني ادخال المساعدات استاذه عبير، المعذره، ادخال المساعدات ليست بالنسبه لكم اشكاليه وتوزيعها بداخل المدن اليمنيه؟ لا طبعا، لان نقطتي التاليه ان التمويل هو اهم التحديات. التحدي الثاني وهو الوصول والدخول الى كثير من المناطق التي هي بؤر لا نستطيع الدخول اليها بسبب المشاكل الامنيه والسياسيه التي تطيح بالبلاد، وبالتالي في هناك ايضا مشاكل في الوصول وتعقيدات في الوصول الى بعض المناطق، ولكن هناك ايضا كثير من المناطق المفتوحه امامنا، وبالتالي التمويل هو عامل في هذا، ويعني ويجب ان يكون هناك المضي في العمل على المسارين، مسار التمويل ومسار فتح ممرات امنه الى من يحتاج. طيب. الى الغذاء يعني هناك لو تم فتح ممرات وليس لديك الموارد وليس لديك الغذاء، يعني بماذا يستفيد هؤلاء؟
طيب الآن هناك حديث على أن منطقة ميناء الحديدة هي منطقة تشهد ساحة حرب بالقرب منها، وهناك إشكاليات في هذه المناطق، وهناك تساؤلات من قبل كثيرين عن أن هناك منافذ أخرى لا تخضع لهذه المشاكل الأمنية يعني الإشكالات العسكرية فيها، هي جاهزة لدخول والوصول الواردات والمساعدات إليها. هل ستتوجهون نحو هذا الحل؟ حتى نستطيع تلبية احتياجات كل من يحتاج إلى المساعدة، نحن نحتاج إلى جميع المواني في اليمن. لا نستطيع الاعتماد على ميناء واحد وعدم استخدام الآخر، بمعنى أن ميناء الحديدة مهم جداً لدعم عمليات برنامج الأغذية العالمي والوصول إلى المحافظات الشمالية وأيضا المحافظات في المناطق في وسط اليمن. ميناء عدن مهم جدا وهو حيوي حتى نستطيع الوصول إلى المحافظات الجنوبية، ولكن ليس هناك منطقة نستطيع التعويض عن بها عن منطقة أخرى. طيب ما هي الإشكالات في المناطق التي ليست خاضعة لحصار التحالف يعني كميناء؟ بالنسبة طبعا هناك في يعني كما تعلم أن هناك كثير من هذه المناطق يعني بتحتاج إلى الكثير من التصاريح، هناك تعقيدات في الوصول بالإضافة أيضا إلى تأثر البنية التحتية في اليمن، وبالتالي عملية حتى الوصول من منطقة إلى أخرى لم تعد بالسهولة كما كانت عليه. أنا كنت باليمن منذ حوالي شهرين وحتى أين في اليمن أستاذ عبير؟ أنا يعني تحركت من صنعاء إلى محافظة حجة إلى الحديدة، وبالتالي حتى الطريق يعني أنا يعني تأملت كثيرا في الطريق وفي صعوبة التحرك على الطريق، وكنت أفكر يعني كيف تسير شاحنات بهذا الحجم الكبير الذي يعني نتحرك به، يعني أنت تتحدث عن قوافل عشرات الشاحنات، وكيف تتحرك على هذه الطرق التي يعني تبدو لي كأنها مهدمة، وبالتالي طبعا في التحرك اللوجستي صعب. إذن شكرا لك المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي الأستاذة عبير عطيفة، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. ينضم لنا الآن من عدن مشاهدينا الكرام الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية سيد محمد الجماعي. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا أخي. أستاذ محمد، هناك أزمة إنسانية تتصاعد بشكل خطير، كيف يؤثر الوضع الاقتصادي الموجود الآن الراهن على هذه الأزمة وتفاقمها؟ نعم، أعتقد أن ضيفتك من القاهرة أجابت كثيرا عن هذا الموضوع، ولكنها تحدثت عن صعوبات في الوقت الذي هي يعني تتحدث من جانب إنساني، نريد فهم الأمر من جانب اقتصادي، كيف تؤثر الأزمة الاقتصادية على الناس وتفاقم الأزمة يعني التي تمر عليهم؟ أخي الحبيب، التقارير الدولية كلها تتحدث في هذا الجانب وتقول أن الوضع الاقتصادي يعني أحال 81% من اليمنيين إلى تحت خط الفقر، وأن هناك حوالي 21 مليون يمني يحتاج إلى مساعدات غذائية عاجلة، والناحية الاقتصادية يعني واضحة جدا تأثير الحروب على المواطنين، ثلاث جوانب مرتبطة ببعضها البعض من الجانب الاقتصادي والعسكري وكذلك الجانب الإنساني. كل جانب يرتبط بالجانب الآخر، لكن أود أن أوضح أن تقارير الأمم المتحدة أيضا تقول أن أنه لا يوجد أي مشكلة أو صعوبات في ميناء الحديدة أو غيره من الموانئ للوصول إلى المحافظات، وتقارير أمس من مطار صنعاء أن هناك يعني تصل مساعدات أممية مستمرة ولا غبار على يعني في هذا الجانب. الأمر الآن يحتاج إلى مساعدة الإقليم ومساعدة الأمم المتحدة والبنك الدولي وغيره لتنهض اليمن بمواضيع أخرى تستطيع الاعتماد على نفسها، لأن هناك كثير من المؤسسات أغلقت وهذا أمر يعني جوهري، لأن الحروب تقضي على المنشآت المتوسطة والصغيرة، ويذهب المواطنون يعني إلى الشوارع وإلى الأرصفة بسبب إغلاق هذه المنشآت التي تعتمد بدرجة أساسية على الاستقرار.
نعم، طيب هذا ينتقل بأستاذ محمد إلى السؤال التالي، أنه من الملاحظ أن الحكومة استغرقت خلال العامين الماضيين في الملف العسكري والسياسي، بقي الملف الاقتصادي يعني متوارا عن الأنظار بعيدا ربما عن المعالجات الحقيقية. الآن الحكومة بدأت تتحرك في هذا الملف يعني مؤخرا، أنت كيف تقيم هذه التحركات؟ في الحقيقة كانت رسالة بن دغر في شهر 7 الماضي واضحة جدا، هو يعني خرج برسالة إلى الشعب اليمني يشكو فيه المجتمع الدولي واحتقاره للحكومة وعدم السماح لها بالتصرف بمواردها. أنت تعلم أن الخارج بيده القدرة للضغط على الحوثيين الذين يعني تصل إليهم كانت كل الموارد البلاد، ولكنهم لم يسمحوا لا يعني إصلاح أبراج الكهرباء من ناحية ولكي تشتغل المحطات والمصانع الصغيرة والكبيرة وغيرها، ولم يسمحوا أيضا بإنتاج وتصدير النفط عبر ميناء رأس عيسى الذي يقع تحت سيطرتهم، واستخدم هذا الميناء للسوق السوداء ولتجار تابعين فقط لميليشيا الحوثي. والملفات واضحة جدا، ملفات الفساد في ميناء الصليف وميناء رأس عيسى. المجتمع بن دغر شكل المجتمع الدولي وحصاره للحكومة وعدم السماح لها، يعني لدرجة أن وجود 3 ملايين برميل نفط في الضبة لم تستطع الحكومة بيعه إلا بعد أن أعلن الرجل بيع على صوته، وبدأت الحكومة بالتحركات منذ يوليو الماضي. هذه التحركات الآن يجب أن تسند وأن تدعم. السعودية بالأمس مشكورة قدمت مبلغ كبير جدا لإعادة الإعمار، ويعني ومبلغ مناسب لدعم العملة في البنك المركزي، سنعود. لكن يعني نتمنى من البقية الآن أن يحذوا حذو المملكة العربية السعودية لكي يسندوا جهود الحكومة في إعادة تصدير النفط وفي إعادة تصدير. طيب سنعود إلى هذه النقطة أستاذ محمد، دعنا قبل ذلك نرحب بمن انضم إلينا الآن من القاهرة، وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة سيد عبد الرقيب فتح. أهلا بك معالي الوزير. أهلا وسهلا معالي الوزير. هناك دعوة جديدة للإغاثة لإغاثة اليمن، هذه المرة كانت من الأمين العام للأمم المتحدة، يبدو أن من اللغة التي استخدمها غوتيريز أنه هناك أزمة في مرحلتها الأشد كارثية إن صح التعبير. كيف تتعاملون أنتم في الحكومة مع الوضع الإنساني القائم؟ شكرا جزيلا أخي العزيز. احنا في البداية نقدم كل الشكر والتقدير للأمين العام للأمم المتحدة لبيان الذي صدر اليوم كداعم للحكومة اليمنية. نحن تعاملنا مع القضية الإنسانية باليمن بصورة جدية منذ البداية. نحن عدينا برنامج إغاثي متكامل منذ بداية الانقلاب بعد المعارك التي بدأت ضد المخلوع عبد الله صالح والحوثيين، كان لدينا برنامج إغاثي متكامل بالتعاون مع أشقائنا في دول الخليج، مركز الملك سلمان، هلال أحمر الإماراتي، كل الهلال الإغاثة الكويتية، الأشقاء في دول الاتحاد. تعاملنا مع القضية مبكرا كقضية إنسانية، وكان هناك دعم كبير جدا من أشقائنا في دول التحالف والعديد من منظمات الأمم المتحدة. سنتعامل بجدية مع هذا النداء، ولكن نطالب أن تكون الدعوات بصاحبها أعمال ميدانية، انتهاء شبه كامل للإجراءات الروتينية للمنظمات الأمم المتحدة، إدانة واضحة للميليشيات المسلحة. برنامج الغذاء العالمي اليوم لن يصدر أي إدانة لأي للميليشيات المسلحة رغم تكرار احتجاز القوافل الغذائية. فنحن نرحب بالدعوة من حيث المبدأ والمنظمات المتحدة بأن يلزم الجهات التنفيذية في المنظمات الدولية بإجراءات تتفق مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تلزم الجهات المتصارعة في ساحة الفرصة لوصول المواد الغذائية والدوائية والوقائية والمساعدة لعلاج الجرحى لكل المدنيين. بالإضافة لنلتقي قبل اليومين مع مساعد الأمين العام ستيفن أولبراين في عدن، وسنناقش الآليات التنفيذية وكيفية جعل هذه الدعوات المتكررة من قبل الأمم المتحدة آليات تنفيذية على مستوى الميدان. طيب يعني يقول البعض مع الوزير أنه خلال عامين لم تنتقل عمليات الإغاثة التي تقدمها الحكومة من نقطة تقديم بعض المساعدات المعينة لشريحة معينة من السكان في مناطق محددة إلى أن تنتقل لمرحلة إيجاد معالجات حقيقية للوضع الإنساني في المناطق التي أصبحت خارج سيطرة الميليشيا. كيف يمكن فهم هذا الأمر؟ نعم،
لا انا لا استطيع ان لا نستطيع ان نطلق احكام بعوائنها كذا بصوره عمياء بصوره عامه انه لا توجد مواد اغاثيه ولا توجد ايضا خدمه متكامله. لولا الجهود الاغاثيه التي تقوم بها الحكومه مع دول الخليج وبعض منظمات الامم المتحده لكانت الحاله الكارثيه في اليمن اليوم غير هي بالوضع. اليوم في وصول قد يكون هذا الوصول غير مكتمل، قد يكون ناقص بحجم الماساه. اليوم اخي العزيز 20 مليون يمني ما يقارب 85% من السكان بحاجة إلى إغاثة، بالإضافة إلى أن نتعامل مع ميليشيا مسلحة لا ترعى إلا ولا ذمة في المواطنين، نتعامل مع ميليشيا مسلحة لا تؤمن بالعمل الإنساني، نتعامل مع ميليشيا مسلحة تستخدم آلية حجز القوافل الغذائية في الداخل إلى المدن، فلذلك نحن نبذل جهود على مستوى الحكومة وعلى مستوى دول التحالف، لكن قد يكون قصور هنا في قصور هنا، لكن إطلاق ما لا توجد في المناطق المتحررة أو في نحن وصلنا إلى صعدة، وصلنا إلى ذمار بالأمس، وصلنا إلى الحديدة وهي محافظات تقع تحت سيطرة الميليشيا المسلحة. طيب الآن الوضع الاقتصادي قائم ينعكس بشكل سلبي على الوضع الإنساني في البلد كما هو واضح، ما هي الخطوات التي تعمل الحكومة على إنجازها في الوقت الراهن لإيقاف التدهور؟ اليوم أعلن رئيس الوزراء الدكتور أحمد عباد بن داور بإطلاق خطة اقتصادية متكاملة بعد أن تلقينا وعودا بدعم من أشقائنا في دول الخليج. نحن نؤكد أخي العزيز بأن الموارد في اليمن وهبت 4 مليار و300 مليون دولار تم نهبها من البنك المركزي، انتقل البنك المركزي إلى العاصمة المؤقتة أحدا وهو لكننا أنا أحب أن أؤكد بأن الوضع في المحافظات المحررة يتحسن كل يوم، والدليل أنه لا تحدث مجاعة إلا في المحافظات المسيطر عليها من قبل ميليشيات المسلحة. المجاعة في محافظة الحديدة، المجاعة حدثت في حجة، المجاعة اليوم مؤشراتها في إب، لكن المحافظات المحررة بحمد الله الأمور تسير فيها لا أقول بالشكل الأمثل، لكن هناك الآن إعادة تعافي. نحن بإذن الله سنعقد مؤتمر إغاثي متكامل نستهدف فيه القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في جمهورية مصر العربية خلال الفترة القادمة، فلذلك الوضع الاقتصادي في المحافظات المحررة هو الأفضل. اليوم الحكومة أخي العزيز تدفع مرتبات في المحافظات المسيطر عليها الميليشيا المسلحة، وكان هناك توجيهات من فخامة الرئيس عبد المنصور هادي بأن نبدأ بدفع المرتبات للمحافظات المسيطر عليها من الميليشيا المسلحة وليس في المحافظات المحررة. نحن أخي العزيز نتعامل مع القضية اليمنية كدولة وليس كعصابة، وهم يتعاملون مع الموضوع كعصابة، يقطعون الطريق وسيطروا على المواد الإغاثية، يمنع المرتبات، ينهبوا الاحتياطي، ينهبوا مخصصات المتقاعدين، لكننا نحن بفضل هذه التوجيهات الصادرة من فخامة الرئيس من دولة رئيس الوزراء نتعامل كدولة وكحكومة مسؤولة عن الشعب اليمني من صعدة إلى المهرة. الجانب الاقتصادي أنا لا أنسى أن هناك صعوبات بحكم غياب الموارد لكنه يتحسن، والإشكالية الرئيسية التي نعاني منها اليوم نحن كحكومة هي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة وليس تحت قوة الشرعية. إذن أشكرك معالي وزير الإدارة المحلية ورئيس اللجنة العليا للإغاثة أستاذ عبد الرقيب فتح، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أعود إلى الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصادية السيد محمد الجماعي، والمعذرة على الإطالة سيد محمد. حديث الحكومة أستاذ محمد عن الوعد السعودي بتوفير ما يقارب من 10 مليارات دولار لإعادة الإعمار وكذلك لدعم العملة المحلية، كيف يمكن أن يسهم فعلا في إيقاف التدهور الاقتصادي القائم؟ يعني ربما الحديث عن إيقاف التدهور الاقتصادي يعني في هذا الوقت الذي الحكومات تحاول استكمال تهيئات البنية التحتية، ولولا هذه الجهود في مجال البنية التحتية الجهاز الإداري والاقتصادي للدولة لما دعمت السعودية ولما تحرك البنك الدولي في هذه الأثناء لتقديم مساعدات لليمن سواء إغاثية أو مساعدات عاجلة على شكل 400 مليون دولار. وهذا التدهور ليس نتيجته فقط العملة أو نتيجته فقط عدم وجود سيولة، هناك عوامل متراكمة كبيرة جدا الحكومة بصدد علاجها، وهذا هو ما يبشر في الموضوع، لأن تحرك الحكومة في المجال الاقتصادي وإن جاء متأخرا إلا أنه يعني قام بخطوات كبيرة جدا دعمت السيادة سياسة الحكومة الشرعية في الجانب العسكري وفي الجانب الإداري، و
حتى استطاعت الوصول إلى هذا الموضوع. في يوم وليلة أخي استطاعت الحكومة أن توقف تدهور الريال من 400 ريال للدولار الواحد، في اليوم الثاني عاد إلى 300 دولار. لكن هذا يدفع للقول أن الوضع هذا ليس حقيقي، يعني الانهيار الذي حدث لم يكن حقيقيا بذلك الشكل، لأنه عندما يحدث انهيار سريع ثم تكون معالجة سريعة يبدو أن الأمور ليست بتلك يعني ليست مبنى على أرضية صلبة في نهاية المطاف. هذا يعني شيء جيد في الفهوم، لأن الكثير يعتبره انهيار وأن الدولة لم تعد تستطيع أن تسيطر على الموضوع. لكن مثل ما قلت، سواء كان تدهورا وهو لم يكن في الحقيقة انهيارا حقيقيا، وإنما كان مدروسا ومخططا ومنهجا ممن نهبوا العملة المحلية في وقت ما وعادوا بعد ذلك لإخراجها إلى الشارع بصورة رخيصة ومهينة، لكن الحكومة أيضا مع ذلك سيطرت على الوضع، وجاءت المعونة السعودية أو الدعم السعودي للعملة بملياري دولار ليعزز هذا الموضوع، لأن التاجر في الوقت الذي يحتاج فيه إلى من يعتمد يعني وارداته ويعني عمله في الخارج يريد بنك قوي وله سمعة خارجية ويستطيع أن يعتمد هذه الأعمال وهذه التحركات. البنك يقول الآن أنا لدي عملة سعودية بملياري دولار، عندي 700 مليون دولار استطعت أن أستعيدها من مما تبقى من الاحتياطي من البنوك الخارجية، عندي وعد قطري بكذا، عندي موارد الآن تدخل إلى خزينة الدولة وأستطيع الآن أن أقوم ب. أستاذ محمد، أستاذ محمد هل أنت معي؟ إذن يبدو أنه انقطع الاتصال بسيد محمد الجماعي الصحفي الاقتصادي الذي كان معنا عبر الهاتف من عدن. على كل حال شكرا جزيلا له. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. في ختامها لا يسعني إلا أن أشكركم على حسن المتابعة والإنصات، وكذلك لأن أشكر ضيوفي الذين كانوا معنا. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السلمان وتحيات الزميل كمال حيدرة منتج البرنامج وبقية أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.